مركز شهيد صلاح خلف هو مركز إعداد القادة الشباب، كان أيام وزارة الشباب والرياضة فقط لمحافظة طوباس، بضم موظفين محافظة طوباس. طبعا من البداية هو كان سجن لأيام الانتداب البريطاني للتعذيب الفلسطيني، تعذيب الفلسطينيين، ثم أصبح فيما بعد تحت الاحتلال الإسرائيلي مكان للتحقيق للأسرى، ثم انتقال الأسرى منه بعد التحقيق لسجن مجدو أو سجن النقب. تحول فيما بعد لما إجت السلطة الوطنية الفلسطينية في 94، نهاية 94 بداية 95، تحول لمركز إعداد القادة الشباب. كان الهدف منه بعد تبييض هاي السجون يكون هو مركز لهدول الشباب اللي عانوا، هو مركز لإعدادهم. بيجيبوا المعتقل بفوتوه هنا وبسلم أماناته، بعد ما يسلم أماناته بيعطوه الملف تاع الاعتقال بيصوروه هنا على باب الغرفة هاي، وبعدينك بيطلعوا على الدكتور. هذا المكان هو المكتبة تابع المجلس الأعلى شباب الرياضة مجلس الشمال. بتواضعه طبعا حاليا احنا في آليات لتوسيع المكان بارتباطنا مع عدة مؤسسات شريكة، منها مؤسسة تامر، جامعة النجاح الوطنية، وجامعة القدس المفتوحة، والمجلات الرياضية للموهوبين. بيجيبونا احنا من هون هيك على الدكتور، بعد ما الأمانات على الدكتور بيعرونا وعينا وبخششونا جوا على الدكتور واحد، بيسجلوا كل إشي في جسم الإنسان. غرفة الدكتور بوقف نص الدائرة زي هيك وبقعد هيك، في ضربة موس مثلا، ضربة عملية بسجلها. هاي القاعة جزء من منشآت المركز، وأهم شيء بنعمل فيها هي الورشات والدورات والبرامج المنفذة في المعسكرات الشبابية والمخيمات الصيفية، أو حتى في أي برنامج كان في أي مؤسسة من مؤسسات الوطن. كنا في مخيم تعايش على الأمن الوطني هون قديم، وأنا بصف العاشر. كان مخيم حلو واستفدنا فيه، والمشروع هون فادنا، والصلاح خلف المركز ممتاز وفادنا كثير يعني الحمد لله. هاي غرف التحقيق، بدخلونا هنا على التحقيق. مكيف كقاعد هون، السجان، وأي تلفون بيجي جيب لي الرقم الفلاني بيجيب له إياه. وهاي الزنزين بتبلش من هان جيش. هاي زنزانتي محفور اسمي عليها. محفور؟ طبعا هون ساحة كانت أيام الإنجليز ساحة الإسطبل، ثم تحولت لخيم لتعذيب الأسرى. كانوا قبل التحقيق معاهم يكونوا بالخيم، حتى زيارات الأهالي لهم تكون بالخيم، باستثناء المقيمين من مخيم الفرعة كانوا يدخلوهم في غرف التحقيق من البداية. هاي خزانة، هاي قعدت فيها 13 يوم. طبعا دلوا جوا عشان ماخذ حاجته بعد. خلاص هاي محل الخنات هنا، وبلاطة صغيرة هي هنا، واحد بقعد هون طول اليوم وشوال في راسه. خنات كل خانة فيها واحد، وفيها بلاطة مثل هاي ملزقة هون وبقعد، واللي بدهم يعذبوه بعدين بيجيبوه هناك بحطوه بربطوه، حطوا له كرسي، اجرين الكدمانيات واطيات والاجرين الورنيات عاليات عشان يظل جامع وصغير. بيقعدوا على الكرسي هان وبربطوا ايديه من ورا في الهاي في الحديده هيك، يبكى ايديه لورا يقعد طول النهار. هذا المكان استعد لكرة السلة وكرة اليد وكرة الطائرة، بيتم فيه عدة مباريات السلة والطائرة واليد لعدة فرق من النوادي أو من التربية والتعليم. هذا برج براكة من الجيش، كان جنود يعني حرسات. هاي طبعا هاي الزنازين تحتينا هون، كان جنود، جندي رايح وجندي جاي، كانوا بعضهم.
على الجال الثاني نفس الشيء، طرح التحقيق هذا كل الجنود. جندي بقى يظل واقف هناك على الكورنة هذيك، بقى في كرسي بطول يحطوا اثنين تحت تحتيه، وهذا في مزراب مي في الشتاء يحطونه تحت المزراب.